أهلا بيكم. في عمري عشت جزء منه في مكان في مصر، مش محتاجين نقول أسامي عشان بس ما الناس يعني ما تزعلش. وكنت وأنا عايش في هذا المكان كل يوم الساعة 3 الفجر الساعة 2 الفجر أسمع صوت موتوسيكلات بتعدي تحت البيت بشكل مزعج للغاية. انتقلت رحت عشت في مكان تاني من حوالي 6 سنين، فوجئت ان الموتوسيكلات برضو بدأت تظهر في المكان ده. لسه امبارح شفت منظر غريب جدا، واحد ماشي في الشارع بموتوسيكل من الريس دول، وفجأة وهو لوحده خالص من غير ما يكون في حد حواليه، مفيش حد شايف اي شيء، الساعة 2 الفجر 2 بالليل بعد منتصف الليل، وفجأة لقيته راح رافع الحصان، رافع الموتوسيكل عمل حصان. حتى فكر شوية صغيرين، هو ليه عمل كده؟ يعني هو مفيش حد بيتفرج، مفيش حد شايف، مجرد ان هو سايق لوحده فكر انه يعمل الحركة دي لوحده. الحركة دي في منتهى الخطورة على السرعات دي، طب ما الموتوسيكل ممكن يقلب منه. واحد يقول لي لا ده متمكن والموتوسيكل ما يقلبش. غيره برضه كان بيقول عن نفسه متمكن والموتوسيكل قلب منه، حركة الحصان الجميلة دي، والنتيجة انه اتكسر. يعني الكسرات اللي احنا بنشوفها اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي كلها تهورات. يعني ده بيعمل ايه؟ ده دول مجانين، ده محترف، ومع ذلك في غلطة في لحظة في لحظة. طبعا هنا في لحظة بفرحان والوقعة بالتلاتة أربعة، ده بيحاول يعمل حاجة غريبة. يعني هو في حاجات بتتحصل يعني، والظهر هو التمن. يعني الظهر في الحركات دي هو اللي بيبقى تأمن. هو هي دي اللي شفتها، هي دي بقى يعني. وطبعا الظهر مش بيبقى تمن عادي، يعني الظهر بقى عنق، الاتنين ظهر وعنق وفخذ. يعني الظهر يا جماعة ما يستحملش الكلام ده، والموتوسيكل نفسه ما يستحملش الكلام ده برضه. يعني حاجة أوفر جدا. الحركات دي سببها الأساسي السوشيال ميديا. إن أشوف بص دي كسر ممكن موت، هي دي اللي بقول عليه. يعني جاري الموتوسيكل ونزل، وطبعا ظهره وهو وشه وكل حاجة. يعني أنا بالتالي الموتوسيكلات قعدنا نتفرج لغاية الصبح مش هنخلص، يعني خلاص كفاية علينا الحاجات دي. لكن خلينا أقول لكم إن الموتوسيكلات في مصر خطر كبير جدا. طبعا وسيلة مواصلات للناس محدودة الدخل، ولازم يبقى فيه موتوسيكلات زيها زي كل العالم، لكن يسوقها بعقل وبسرعة محدودة وما نتخورش، لأن أنت في الهوا والتمن بيكون ظهرك، انزلاق غضروفي، كسر في الفقرات، زحزح في الفقرات، والتمن بيكون غالي جدا. خلي بالكم التهور تمنه مش حلو، وده بيحصل كتير اليومين دول. تعالوا نقرب من الظهر ونشوف ازاي نتعامل مع مشاكله، وازاي نفهم الحلول بتكون عامله ازاي مع ضيف العزيز الرائد القدير لعلم المناظير والمبدع في عالم جراحات المخ والاعصاب، والعمود الفقري طبعا اللي بيمتعني دايما بحواره السلس السهل، الموست ريسنت الموست ابديتد في عالم المناظير محدوده التدخل، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان. الموتوسيكلات في مصر خطر كبير جدا. طبعا وسيلة مواصلات للناس محدودة الدخل، ولازم يبقى فيه موتوسيكلات زيها زي كل العالم، لكن يسوقها بعقل وبسرعة محدودة ما نتخورش، لأن أنت في الهوا والتمن بيكون ظهرك، انزلاق غضروفي، كسر في الفقرات، زحزح في الفقرات، والتمن بيكون غالي جدا. الغضروف عبارة عن حلقة خارجية جواها نواجذ جيلاتينية من جوه، الحلقة دي لو حصل فيها قطع أو ضعف فبيحصل انزلاق، يخرج مكانه ويدوس على الأعصاب. إحنا جزء من علاج العمود الفقري إن إحنا بنقوي عضلة الظهر مش بنضعفها، فبالتالي أنا ما ينفعش ألبس حزام أكتر من فترة قصوى 4 أسابيع. شكوى المرضى، لأنه كتير من الناس بتشتكي بتفسر شكواها لأي شيء مشهور أوي، حتة ده برد، ده وجع في العضلات. المريض بتاع الانزلاق الغضروفي هو بيشتكي يعني من الام على حسب المبتدئ الاول بالفقرات القطنيه، ده بيكون كتير قوي بيشتكي من الام في الظهر، وبعد كده بعد فتره يقول لك الام دي تنزع رجلين. الفكره الناس كتير قوي حد يجي يقول لك انا عندي ديسك، انا عندي رئنسه، انا عندي انزلاق غضروفي، هو مش مفرقين. هو الانزلاق الغضروفي هو الديسك، هو كلمه رئنسه. اضطراد حراري هل هو اجراء نجح؟
ايوه هو ناجح بنسب معينه، بس زي ما احنا قلنا من شويه ان لازم نقدر ننقي الحالات، مش اي حاله استخدم فيها التردد الحراري. عشان بس نفهم الناس ان التردد الحراري له مريضه. بالظبط، ما نسيش استخدامه مش في اي حاجه، لان كتير قوي بلاقي حالات ما ينفعلهاش تردد حراري والعين يجي يقول لي انا عايز. لا ما هو مش هينفع، هيسكن لك الالم شهر ولا اتنين وهيرجع تاني. الصوره اللي على الشمال ديت هي المنظار الخلفي، دي داخله في الظهر من النص. الصوره اللي على اليمين ده منظار جانبي داخل تقريبا في حدود 10 سم من منتصف ظهر المريض. في فروق بينهم؟ اه طبعا، رغم ان هو نفس جهاز المنظار بس الاكسس بوينت اوف اكسس ديفرنت. ارجوكم حوادث الموتوسيكلات وتحركات الولاد المراهقين بالموتوسيكلات في منتهى الخطوره. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال المبدع دائما في حوار، الاستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري جراحات ومناظير العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو جمعية العمود الفقري الأمريكية والأوروبية الاسم اللامع. اهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور ايمن. كنا لسه في الفاصل قبل ما ندخل كنت بتكلمني على الموتوسيكلات. بيجي لك موتوسيكلات الناس؟ اه طبعا، بس مشكلة الموتوسيكلات انها يعني مبيتة، هي حوادثها يا وفاه يا يعني اضعف الايمان شويه كسور، لكن كتير قوي بتبقى وفاه بالذات في موتوسيكلات الريسنج. الريسنج وبعدين لو كسور ما العمود الفقري ما فيهوش صار، هو كسره يعني بنسبه 80% ممكن يبقى شلل. فطبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط لازم يعني ناخد بالنا قوي. قوي يعني، عارف حادثه العربيه ما بتبقاش ما بتوجعش كده زي حادثه موتوسيكل صعب. صعبه طبعا، العربيه فيها حمايات، فيها حمايات كتير. لكن ابدا الاول بكلاسيكيات شكوى المرضى، لانه كتير من الناس بتشتكي بتفسر شكواها لاي شيء مشهور قوي، حته ده برد، ده وجع في العضلات. فخلينا نروح ناحيه الاعراض، وانت عارف البطنه بتحب الاعراض. اوكي، عارف اتكلم على اعراض، اعراض اللي بيشكو منها المريض. هو المريض بتاع الانزلاق الغضروفي هو بيشتكي يعني من الام على حسب المبتدئ الاول بفقرات القطنيه، ده بيكون كتير قوي بيشتكي من الام في الظهر، وبعد كده بعد فتره يقول لك الام تنزع رجلينا. الفكره الناس كتير قوي حد يجي يقول لك انا عندي ديسك، انا عندي رئنسه، انا عندي انزلاق غضروفي، هو مش مفرقين. هو الانزلاق الغضروفي هو هو الديسك، هو هو كلمه رئنسه. رئنسه ديت ما هي الا وجع بينزل في الرجل. سبب الوجع اللي بينزل في الرجل ده بيكون العصب مضغوط في الظهر، ده معنى كلمة الانزلاق الغضروفي. في نقطة تانية كمان مهمة قوي، ان كتير قوي مريض يجي لي بتقرير أشعة يقول لي عندي انزلاق غضروفي، هو مبقاش عنده انزلاق غضروفي، في حاجة اسمها بروزات غضروفية، يعني مجرد الأستك الخارجي بتاع الغضروف بيريح شوية، ده طبيعي مع السن، ده مسموش انزلاق غضروفي، ده انا بشبهه بقول له زيه زي الشعر الابيض، دي حاجات طبيعيه بتحصل لنا مع السن. طب ايه فكره انزلاق غضروفي؟ لا ده حاجه تانية. عندك الغضروف عباره عن حلقه خارجيه جواها نواه جيلاتينيه من جوه، الحلقه ديت لو حصل فيها قطع او ضعف فبيحصل انزلاق، بيخرج مكانه ويدوس على الاعصاب. في نقطه كتير قوي ان حد يجي المريض يقول لي انا عايز اعمل ايه حمايه؟ هو مش حمايه، هو خلي بالنا الاسباب ايه. كتير جدا 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 من الاسباب اللي لازم نكون فاهمينها احنا مالناش دخل بيها هي استعداد وراثي. عندنا تلاقي عائلات فيها مشاكل في القلب او مشاكل في الضغط او مشاكل في الكلى او سكر او غيره، هكذا برضو مشاكل العمود الفقري، هي ترانز ان فاميليز، في هيريديتري بريديسبوزيشن، مش وراثي وراثي بس استعداد وراثي. بيزيد على ده بقى احنا لو عملنا حركات، يعني ايه؟ يعني احنا وطينا نشيل حاجه من الارض تقيله، دايما نخلي بالنا، دايما بننبه العيان وطي بركبك ما توطيش بظهرك، يعني ما توطيش وضعيه الركوع دي تشيل حاجه وتطلع، لا وطي بركبك، هات الحاجه من الارض واطلع. في طبعا الحوادث زي ما انت حضرتك كنت لسه بتذكر، ممكن تعمل غضروف طبعا، انزلاق غضروفي. التدخين بيزود نسب الانزلاق الغضروفي. العربيات اللي هي الناشفه سواء الفور باي فور او الميكروباصات باختلاف بقى على حسب، في انواع من العربيات لازم اي عربيه ناشفه مع مطبات ممكن تزود نسبه الانزلاق الغضروفي، الوزن الثقيل وقله الرياضه. زي ما ابتدينا في الاول هي اعراضها الام بتيجي في الظهر بتروح وبتيجي، بعد كده فجاه اول ما الحزام الخارجي بتاع الغضروف يتقطع وتخرج النواه تضغط على العصب يقول لك حسيت بوجع جامد جدا 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 نازل واخد من الظهر، واخد الهانش، الفخذ، السمان او القصبة، رجله بينزل بتميل في القدم.
دي في اولى المراحل. طب لو الغضروف حجمه كبير شويه وضغط على العصب اكتر ممكن يحصل لي ضعف في الحركه، اجي اشوف المريض عنده ضعف في حركه مشط الرجل ما بيقدرش يرفعه قوي، او يقول لك وانا ماشي ركبتي بتخني او كده. طب في درجات اكتر؟ اه طبعا، لو وصلنا بقى ممكن حجم الغضروف كبير قوي وفي نص القناه العصبيه ضغط عليها بيأثر على التحكم في البول او البراز، دي اقصى الدرجات. طبعا احنا مش لازم نستنى ان احنا نوصل للمراحل ديت، يعني اول ما يبتدي يحصل شكوى لازم نروح نزور طبيب. هو عاده احنا بنطلب فحوصات اشعه عاديه ورنين مغناطيسي، ارجوكم في كتير قوي من المرضى عندهم رنين مغناطيسي بس الاشعه العاديه برضو مهمه بنحتاج منها بعض المعلومات. لا بنشخص بعد كده ابتدي مراحل العلاج بتاعتنا. ناس كتير بيتهيألها انها طالما هتيجي لحضرتك يبقى المساله اكيد عمليه، لكن الخريطه العلاجيه ما فيهاش كده في معظم الاحوال. لو العيان ما عندوش ضعف حركه رجليه او ما عندوش مشكله في التحكم في البول او البراز احنا لازم نبتدي بالعلاج التحفظي. العلاج التحفظي ده ليه اركان كثيره جدا، في مجاميع كثيره قوي من العلاجات الدوائيه. في لبس الحزام، في الراحه، في العلاج الطبيعي، كل ديت مراحل من العلاج التحفظي. الأدوية في منها أجزاء، في أجزاء بتبقى مضادة للالتهابات ومسكنة، هي مش بس مسكنة هي بتودي للالتهاب لأن الغضروف بيبقى ملتهب زي بالظبط لما نكون احنا مقروصين وقهرشين جامد قوي ففي حمار جامد وكده، الالتهاب ده بيعمل وجع. فالأدوية المضادة للالتهابات بتقلل الوجع ده، بتقلل ارتشاح العصب، مع أدوية بتقلل ألم الأعصاب دي ممكن تحسن الأعراض. بندي فرصة، الطبيعي إن احنا بندي فرصة في حدود 6 أسابيع. عادة المريض لو ما تحسنش في 6 أسابيع بيبقى صعب إن هو يتحسن بعد كده بالعلاج التحفظي، بس ده يعني لو ابتدى يدي مؤشرات للتحسن ممكن نكمل، بس لو ما فيش مؤشرات بيبقى صعب إن هو يتحسن بالعلاج التحفظي. لو خلاص العلاج التحفظي بالحزام بالعلاج الطبيعي وما نجحش ممكن بعد كده بنقلع خطوات تانية. في نقطة مهمة قوي برضو كنت أحب أقولها بالنسبة للحزام، الحزام لبسه مش مفتوح، لازم يكون محدد الحزام، ما محدد المده، ما نفضلش ان احنا نلبسه اكتر من شهر لسبب واحد، الحزام بعد فتره بيعود عضلات الظهر عليه فالعضلات بترتخي. احنا جزء من علاج العمود الفقري ان احنا بنقوي عضلات الظهر مش بنضعفها، فبالتالي انا ما ينفعش البس حزام اكتر من فتره قصوى 4 أسابيع. بعد كده بننقل على الخطوه اللي بعديها، لو ما نفعش الكلام ده بنقيم الحاله، في ضعف ما فيش ضعف، حجم الغضروف ايه، ممكن بنعمل بعض الحالات الحقن او التردد الحراري، ده لو حجم الغضروف مش كبير. الحقن او التردد الحراري ممكن تكون اجراءات تسكينيه كويسه، بس في نفس الوقت لازم يكون العيان مقيم. كتير لما بنعمل بنسيء استخدام طريقه العلاج بتاخد سمعه مش جيده، يعني التردد الحراري من الاجراءات الناجحه بس لازم حجم الغضروف ما يكونش كبير لان هو اجراء مسكن، هو زي بيكون بيعمل ايه، بيريستارت او بيعدل كهربه العصب. فلو عندي المشكلة بسيطة كتير قوي العيان ممكن يتحسن، بس لو مشكلة كبيرة الإجراء ده هيبقى محكوم عليه بالفشل من قبل ما أعمله. فلو عملنا ده ونجح برضو خلاص، طب لو ما وصلناش للنجاح بعد كل المراحل ديت مش هيبقى صدمة غير العمليات سواء بقى الجراحات أو المناظير. عايزين نتكلم على أنواع العمليات وعايزين نفهم يعني إيه جراحة تقليدية، ما معنى كلمة جراحة تقليدية؟ وحضرتك الجراحه التقليديه دي عباره عن الفتح العادي خالص، كان زمان اللي هو من غير ميكروسكوب، حاليا لا مفيش جراحه من غير ميكروسكوب، المفروض ان احنا بنجيب ميكروسكوب وهنشرح ان ايه ميكروسكوب. بنفتح الفقره، بنفتح لها الجلد والعضلات في حدود 5 سم او فقرتين 10 سم وهكذا، بس عامه يوجوالي لو فقره واحده 5 سم بنفتح الجلد والعضلات، بنوصل العمود الفقري، بنشوف بنبعد الاعصاب المضغوطه ونشيل الغضروف وبنخرج. طب ايه فكره الميكروسكوب؟ الميكروسكوب ده هو بالظبط اكنك لابس عدسه مكبره، هو ميكروسكوب ده جهاز موجود اوضه العمليات، بس هو في الاخر توصيفه لو عايزين نشرح هو عدسه مكبره. فاحنا بنفتح وبنشوف بالعدسه المكبره عشان الدنيا جوه تبقى دقيقه جدا والعمليه بتتم بدقه. ده شيء كويس جدا بالنسبه للعمليه تمت بدقه اكتر، بس بالنسبه للمريض هو اتفتح، هي جراحه، هو مش قادر مش هيستوعب ايه الفرق بين الميكروسكوب او بدون ميكروسكوب، هو بالنسبه له نفس حجم الجرح. اوكي، فدي الجراحه التقليديه. دلوقتي الحمد لله بقت كل حالات الغضاريف الانزلاق الغضروفي بقت ممكن تعمل دلوقتي بالمناظير، فبالتالي بدل ما نفتح الظهر ونحمل عيان مشاكل فتح الظهر بمضاعفاته
بالنزيف او التهاب الجرح او فتح العضلات او الالم اللي بعد العمليه بنفادي كل ده. بنعمل عمليه بالمنظار بتبقى منفتحه نص سنتي. فاحنا في نقطه بس مهمه قوي قبل ما نشرح عمليه المنظار، في عندنا نوعين من المناظير، في صوره يوضحها لنا، في منظار اسمه منظار خلفي وفي منظار اسمه المنظار الجانبي بالظبط زي ما هم موضحين. الصوره اللي على الشمال ديت هي المنظار الخلفي، دي داخله في الظهر من النص. الصوره اللي على اليمين ده منظار جانبي داخل تقريبا في حدود 10 سم من منتصف ظهر المريض. في فروق بينهم طبعا، رغم ان هو نفس جهاز المنظار بس الاكسس بوينت اوف اكسس تفرق. المنظار المنظار اللي في نص الظهر ده بيتيح للجراح ان هو يقدر يعمل كل المانوفرز او كل الحاجات اللي بيقدر يعملها في الجراحه المفتوحه. امكانياته غير محدوده، يقدر يعالج بيها اي نوع من الغضروف، يقدر يعالج بيها لو في ضيق في قناه عصبيه او لو في اختناق في مخرج العصب او غيره. المنظار الجانبي رغم ان هو نفس الفتحه بس هو ليه عيوب. هو ما ينفعش مثلا في الفقره اللي هي خمسه قطنيه اولى عجزيه، يبقى صعب قوي توصل غضروف من الجنب، فما ينفعش. ما ينفعش في الغضروف لما يكون في منتصف القناه العصبيه، لازم يكون غضروف يكون على الجنب، ما ينفعش لو في ضيق في القناه العصبيه. فهو ده اللي ينطبق عليه، هو المنظار ينفع في كل الحالات ولا لا؟ هو ده اللي ممكن امكانياته تكون ضعيفه، لكن اللي في نص الظهر ده بينفع في كل الحالات، امكانياته عاليه قوي قوي. كان في فيديو معانا لو يعرضه لنا مستو ان هو حاجه، هنشوف يعني ايه منظار، الدكتور بيشوف ايه فعلا جوه العمليه، وازاي ده هو المنظار جوه الظهر. دي الاعصاب، احنا بنبعد العصب بالمعلقه اللي هي لونها اسود، بنشيل الغضروف اللي طالع تحتيها، ده هو ده بالظبط الغضروف اللي هو بيكون منفجر وضغط على العصب. بعد ما بنشيله ايوه العصب هيرتاح ويريح تاني. ده هنا شكله هو طالع من الجرح. بعد كده بنكمل تفريغ الغضروف. احنا مسرعين شويه الفيديو. احنا هنا بنشيل الغضروف، ده حجم الغضروف اللي طلع بره العمليه، طلع حجمه كبير مش صغير، وده الجرح. رغم العمليه دي هي العمليه الجراحيه، العين لو عمل رنين بعديها هيلاقي نفس العمليه الجراحيه معموله، بس ده منظر العين بعد العمليه. هنا هو شاب صغير، بس انا بحب اقول لحضرتك هو حتى لو انا عنده 80 سنه في نفس اليوم بيقوم يمشي بعد العمليه، لانه تعب الظهر بيكون تقريبا لا يذكر، العين ما بيرقدش خالص في السرير. ده مكان الجرح. لا هو بلاستر كبير شويه بس الجرح يبقى صغير قوي تحتي. بلاستر كبير يعني دلع يعني. هي النقطة. مكان الجرح محدود جدا. نقطة. هي نقطة. طب ده المنظار، لو تلاحظ حضرتك احنا بالمنظار احنا شفنا العصب الحقيقي اكنك شايفه بعينيك المجردة وشفنا الغضروف. ليه كده؟ لان دلوقتي لو عرضنا فيديو تاني اللي هو التردد الحراري، كتير قوي المرضى بتلخبط بين التردد الحراري اللي هو ده، دي عبارة عن ابر احنا بندخلها متصورة هنا بس بجهاز اشعة، انا شايف الابرة في جهاز اشعة بوصلها بجهاز اسمه جهاز التردد الحراري اللي هو هيتعرض لنا دلوقتي، ده بيطلع ذبذبة معينة. الإبرة دي وهي محطوطة في نقطة معينة حوالين العصب بقدر أولب كهرباء فيها، بتعدل أو بتعمل ريفورماتنج أو ريستارت لكهرباء العصب. ده منظار؟ لأ. كتير قوي العين يجي لي بسي دي في شكل الإبرة ديت على جهاز أشعة ويقول لي ده لأ، المنظار هو أنت شايف فعلا الأنسجة الداخلية جوه، دي كاميرا بتصور. هنا لأ، أنا حاطط إبرة تحت جهاز الأشعة دي خالص ومش بعمل عملية، يعني أنا مجرد بعدل في كهربة العصب. هتعمل رنين بعد تردد حراري هتلاقي الدنيا زي ما هي ما تغيرتش، يعني هو إجراء تسكيني فقط. فدي مهم قوي إن احنا نفرق. بس التردد الحراري هل هو إجراء نجح؟ أيوة هو ناجح بنسب معينة، بس زي ما احنا قلنا من شوية إن لازم نقدر ننقي الحالات، مش أي حالة استخدم فيها التردد الحراري. بعد كده ده عشان بس نفهم الناس إن التردد الحراري له مريضه بالظبط، ما نسيش استخدامه مش في اي حاجه، لان كتير قوي بلاقي حالات ما ينفعلهاش تردد حراري والعين يجي يقول لي انا عايز لا ما هو مش هينفع، هيسكن لك الالم شهر ولا اتنين وهيرجع تاني. في بعد كده بقى عايزين نشوف فيديو للشفط. الشفط ده بقى انا في نظري انا شفط الغضروف دي قسطره بنحطها تحت جهاز الاشعه، وهي ديت الجهاز اللي بنشفط بيه الغضروف. الهدف ان في غرفه زجاجيه كده موجوده فوق صباعي هنا في الشاشه ديت، المفروض بيطلع فيها الغضروف. الحقيقه عن اكسبيرينس اللي انا بشوفه لو تلاحظ الفتحه هنا صغيره جدا برضو قد فتحه المنظار،
بس احنا هنا ما بنشوفش الانسجه، احنا بنتفرج برضو تحت جهاز الاشعه، شايفين القسطره بتتحرك رايح راجع. تمام، دي الهدف منها انها تشيل جزء من الغضروف. الحقيقه عن خبره تقريبا حته الغضروف بتشال ما تجيش مليمترات، فبالتالي لو تقارنها بالغضروف اللي طلع في المنظار لا تذكر، حاجات لا تذكر مليمترات، فتعمل رنين بعد العمليه تلاقي الغضروف زي ما هو، العام ما بيرتاحش قوي. انا في رايي الاجراد عن تجربه فعلا مش ناجح يعني الغضروف. وبرضو لازم المريض يبقى فاهم يعني ايه شفط، يعني منظار، يعني تردد، يعني جراحه، كل حاجه من دول بنحاول قد ما نقدر نشرحها عشان ما يبقاش فيه لبس في الالفاظ. لا احنا انا دلوقتي فاهم، خلي بالكم انتوا ماشيين معانا فاهمين، يعني احنا فهمنا المنظار ثم خدنا التردد الحراري ثم خدنا الشفط، ثلاث حاجات فهمنا الفرق بينهم بالظبط، كلهم اسمهم اجراءات محدوده، تدخل محدود، بس يختلفوا تماما في النتائج وفي الفوائد. اذا لازم الناس تبقى فاهمه كل حاجه دورها ايه وقدرتها على انجاح البروسيدر او انجاح العمليه. صح ايه صح صح، زي ما حضرتك بتقول بالظبط. ايه تاني احنا عندنا لازم نفهم ايه تاني حول المنظار؟ هو كده المنظار يعني هو يعتبر اخر درجات تطور، بمعنى ان الاول كان الجراح بيفتح بيشوف بعينه المجرده، بعد كده بيفتح بيشوف بالميكروسكوب، دلوقتي ما بقاش بيفتح، هو بيدخل الكاميرا جوه بتكبر له على الشاشه بره، بيعمل نفس العمليه بس من غير فتح. كان الاول كنا بنتكلم ان المنظار ينفع بس في حالات الالتصاق الغضروفي، لا دلوقتي احنا عايزين بقى نتكلم في يعني ايه غضروف مرتجعه، بس نشرح الاول يعني ايه غضروف مرتجعه واستخداماته. مشهور قوي ترم الغضروف المرتجعه. انا دكتور عملت غضروف ورجع. يعني ايه غضروف مرتجعه؟ هو الغضروف هو عباره عن ايه؟ نقدر نعتبره كده بالظبط زي انبوب معجون اسنان فيها فتحه، فلما بتدوس عليها بتطلع حته. طب احنا في عمليه الاستئصال الغضروف بنعمل ايه؟ بنشيل معظم الغضروف، ممكن يفضل حته صغيره قوي، تحصل حركه جديده تقوم مطلعه حته الغضروف. طب نسبه قد ايه؟ نسب الغضروف مرتجعة في عمليات استئصال الغضروف سواء الجراحة أو منظار من 5-10%، يعني إحنا لو بنعمل 100 عيان 90 عيان ما بيحصلهمش غضروف مرتجعة، في 5-10 من 100 عيان ممكن يحصلهم غضروف مرتجعة. ده الخطأ في العملية؟ لا. ده العيب في العملية؟ لا. طب ده الميزة في الجراحة عن المنظار أو الميكروسكوب؟ لا. النسبة دي موحدة في التلات عمليات، جراحة مفتوحة والميكروسكوب والمنظار، لأنها في الآخر جوه نفس العملية. بس هي واردة ليه؟ لأن الكمال لله وحده، هي مية يعني كل حاجة يبقى ليها نسب عدم توفيق. الغضروف المرتجع ده 5-10%، ممكن يحصل بعد قد إيه؟ ممكن يحصل بعد شهر، ممكن يحصل بعد سنة، ممكن يحصل بعد سنتين، وممكن ما يحصلش زي ما احنا قلنا. فالعين ده بيكون بعد العملية ارتاح، بيعيش فترة كويس، بعد كده فجأة يقول لك حصل لي وجع شبه اللي قبله. نعمل رنين، يفضل يكون رنين بالصبغه، بيبين لنا لو كان في غضروف مرتجع حجم كبير او صغير او كذا. بنمشي برضو في نفس الخطوات العلاجيه زي ما كان عندنا انزلاق غضروفي في اوله زي اللي شرحناه الاولاني. طيب اذا العين استجاب للعلاجات الدوائيه او للحقن خلاص مش هنحتاج حاجه. لو ما استجابش يبقى ساعتها بنحتاج نعمل عمليه اعاده. عملية الإعادة دي بتبقى هنا بتبقى عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنستأصل الغضروف وبنثبت الفقرة مسامير عشان نمنع خالص الارتجاع. كان الأول كنت تسأل هو المنظار ده ينفع في كل الحالات أو لا؟ إحنا هنا عايزين نعرض إزاي بنقدر نعمل بيه عملية إعادة، يعني النهاردة معانا عيان، العيان ده عامل جراحة مفتوحة وحصل له غضروف مرتجع وعملنا له تاني الإعادة بتاعته بالمنظار، فهي ممكنة. هنا لو شوف حجم الجرح القديم اهو الخط الطويل ده، وده المنظار اللي هما نقطتين دول، قدرنا بيهم نعمل نفس العملية السابقة بس عملناها كده. بنشيل الغضروف دي المرحلة الأولى، وبعد كده بقى بنثبت الفقرات. إذن كلمة غضروف مرتجع ما عادش تخوف كتير، ده اللي الواحد بيسمعها يخاف. اللي بيخوف فعلا الغضروف العنقي، ما اعرفش ليه، او انا عارف ليه يعني، بس هو مش مساله ليه، هو زي برضه زي الغضروف مرتجع. الغضروف مرتجع عمليه حساسه لان فيها التصاقات عاليه، فهي لازم الجراح يكون بس متمرس في حاجه زي كده عشان يعملها. وبرضه الغضروف العنقي ليه يعني الموضوع بيحتاج تمرين عشان الواحد يبقى متمكن، حتى يا دايما دلوقتي ايه، الواحد كل ما يتخصص كل ما يطلع نتائج احسن. حضرتك لما كنا بعمل 10 حاجات غير لو كنا بعمل حاجه،
وبكرر. لما تعمل عدد اقل بس تكسل فيه احسن من لما تعمل 10 حاجات وهو مش كويس. فهو الغضروف العنقي في ايد المتخصصين ما فيهوش مشاكل. نسب مضاعفات بتكون اعلى لو حد مش متخصص. شكوى المريض بتبقى ايه؟ الغضروف العنقي طبعا بقى بعكس القطني مش هيجي اكتر في الناس اللي بتعمل مجهود او بتركب عربيات، لا هو بيجي اكتر في الناس اللي عندها عادات مكتبيه كتيره، الناس اللي منحنيه كتير سواء الكمبيوتر او سواء المدرسين. يكون عنده الام في الرقبه، الالام دي بتنزل لغايه الكتاف هنا، في احيانا الالام ممكن تنزل لغايه نص صدر من قدام او من ورا. كتير بيشتكوا من نتيجه من الشد العضلي بيشتكوا من صداع في المنطقه الخلفيه من الراس، وبعض الناس بيكون عندهم دوخه. كل دي لسه اعراض بس اللي هي الاجزل اللي هي في الرقبه بس، لسه ما نزلتش على الاعصاب. لما الغضروف بقى بيخرج وبيضغط على العصب بينزل الام في الكتف هنا، ينزل على الكتف على الدراع على الساعد، بيجي في تميل في الكف. دي اعراض الدراع او الطرف العلوي. لو الغضروف حجمه كبير بعكس الظهر بقى، هو ممكن ياثر كمان على الرجل. يعني غضروف عنق يقدر ياثر على الطرف العلوي الدراع او ياثر كمان على الرجلين. هنا ساعتها بيكون ليه اثر على الرجلين انه يكون ضغط على الحبل الشوكي الرئيسي. هو لو بيضغط على العصب الطرفي بياثر على الدراع، لو ضغط على الحبل الشوكي اللي نازل من الراس بياثر بقى ساعتها على الرجلين. بس هنا تاثير على الرجلين ما بيكونش وجع، هو بيكون ان هو بيأثر على طريقه المشي. المريض ده بيكون يعني انا اعرفه هو داخل عليا في العياده يتلي بيزحف او انستدي، مشيته مش مظبوطه. وهنا لازم ننتبه قوي ان كتير قوي من العيانين بيكون داخلين مثلا، ودي لسه شايفه العياده اللي فاتت، داخل باشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه وعنده فعلا مشكله، بس بالكشف عليه شكينا ان في حاجه في الرقبه وبنعمل رنين ويطلع عنده مشكله تانية اخطر في الرقبه. فكتير قوي العيانين عندهم رقبه وظهر في نفس التوقيت. برضو كان في نقطه مهمه عايزين نقولها، زي ما الغضروف بتاع الرقبه ممكن ياثر على حركه الرجلين، هو برضو بعد شويه لو حجمه كبير ممكن ياثر على حركات الدقيقه في الايد. العين يقول لك انا مش قادر ازرر قميص، مش قادر امسك القلم، مش قادر اعد الفلوس، اللي هي الفاين موفمنت بتاعت الهاند دي كلها بتطير. دي بيحصل لما يكون حجم الغضروف كبير ومأثر على الحبل الشوكي، أثر على البيراميدال. بالظبط، أبر موتور، أبر موتور نيرون. لأن البيراميدال هو المسؤول عن الفاين، اللي أنت بتبدأ تعرف مثلا تعزف على يعني على عود بيانو. على بيانو، تحرك إيدك حركات بنسميها إحنا الحركات الدقيقة. بالظبط، ده مع الشافلنج جيت في الرجلين بقى، إنه يمشي بيزحف أو بيطب على الأرض. فدي بتبقى الجيت بتاعت البيراميدال تراك فعلا. الفكره ان الغضروف العنقي كتير قوي بيحصل فيه التباس بينه وبين مشاكل الكتف، لان بيبقوا قريبين من بعض. في حاجه اسمها التهاب في روتيتور كاف او اللي هو اوتار الكتف، ده بيعمل الام برضه في نفس المنطقه وبتنزل على الدراع، فده بيحتاج الفحص كويس دقيق. واحيانا بنحتاج نعمل حقن موضعي للتشخيص عشان نقدر نفرق المشكله ديت من ديت. وفي احيانا بعض المرضى بيكون عندهم مشكلتين ديت وديت، اتنين حراميه. ما اكتر الغاز الطب عندكم خصوصا في المخ والاعصاب الحكايه دي اثاره للتشويق العلمي، وده اختبار علمي دقيق جدا، ان يكون في اثنين حراميه. يعني ايه اثنين حراميه؟ يعني مشكله في الغضروف العنقي، مشكله في الكتف، ما دي له اثنين حراميه. بس مين الحرامي الاخطر؟ اكيد الغضروف العنقي اخطر بكتير، هو ده المجرم الاخطر. ولذلك دور البوليس دايما اللي هو دور الجراحه يعني ان هو يتعامل مع المجرم الاخطر. صح. ده دي نقطه مهمه جدا طبعا جداً. ودي يعني مقلب بياخدوه الناس او بيقعوا فيه الناس، لانه ممكن يجي واحد عنده غضروف عنقي وعنده غضروف قطني بسيط جدا ويدخل يعمل عمليه غضروف قطني ويطنش. صح، ده بيحصل، دي بتحصل، دي بشوفها كتير. بقول لك العين داخل عليا برنين ظهر وهو فاهم انه عنده ظهر بس، فانا بشك في حاجه، بقول له طب روح اعمل كذا وتعالى، يجي يلاقي الاقي فوق مشكله كبيره جدا. الخطه العلاجيه بتمشي ازاي؟ احنا بعد ما بنشخصه طبعا بالاشعاعات، بعد كده بقى بنبتدي العلاجات بتاعتنا، سواء لبس الرقبه برضو فترات قصيره ومجموعه العلاجات الادويه كلها، نديله فرصه في ان هو يتحسن. بس ده بروفايدد ان هو ما يكونش عنده تاثير في حركه الايد الدقيقه او في المشي، دول ما ينفعش استنى فيهم، دول يبقى الحبل الشوكي اتاثر وساعتها لازم بنتدخل. لو ما فيش ده بنديله فرصه بالعلاج التحفظي ونشوف النتيجه، وإذا استجاب معانا خلاص الحمد لله على السلامة. وفي حالات كتيرة جدا الحقيقة بتستجيب للعلاج الدوائي.
اذا القدر الله ما استجابش يبقى ساعتها بنحتاج نعمل له العمليه. برضو دلوقتي بقينا محتاجش نفتح الفتح الكبير خالص بتاع زمان، هي بتبقى فتحه سنتي ونص هنا، بتدخل منظار، خش نشيل غضروف ونركب الدعامه بتاعتنا، وكل ده بيتعمل والعام بيقدر الحمد لله في نفس اليوم يخرج. هنا ده الغضروف بيتشال، دي رؤيه المنظار الحقيقيه مكبره. اه بالظبط. ودي الدعامه اللي بتركب. لا مرضى كتير قوي بيسمعوا الدعامه، الدعامه هي دي بقى الدعامه على الحقيقه متصوره، دعامه العمود الفقري. اه عشان بس الدعامات كترت دلوقتي في والقلب وكل حاجه اهي تركبت اهي. وده المريض ده يعني في نفس اليوم برضه بيتحرك وبيروح تاني يوم وبيرجع شغله في خلال اسبوع. اللي كانت عملية مزعجة جدا. لا بسيطة. لو أكتر من فقرة برضه المنظر يعرف يتعامل معها. لأنه ساعات بيجي لو لعيب كورة، لو ما هو في ناس لعيبة كورة أصيبوا كتير فقرات عنقية. أه بس مش هينفع يلعب كورة بعد أسبوع، هيلعب كورة بعد 3 أشهر عشان للتأمين بس، لكن هو يقدر يتحرك عادي خالص. لو عنده شغل عادي أه، لكن أنا ما أقدرش أغامر بيه إنه ينزل يلعب كورة ويقع وهو لسه عامل عملية في رقبته، ما ينفعش. ممكن نعمله في نفس السيتنج عمليه بالمنظار للرقبه طبعا بنعملها كتير قوي. للفقره بنعملها كتير قوي بالذات كمان في كبار السن دلوقتي بقى بنعملها على طول. حتى بنقول للعيان احيانا بيبقى بدم البروسيدور صغير تخدير واحد ونخلص كل حاجه. بالظبط تبقى حاجه عظيمه جدا جدا. واحنا بنسمع هذا العلم الدقيق المنظم جدا، خلينا نسمع ابو العريف. ابو العريف لازم اسمعه لك لان ده انت بتسمعه كل يوم في عيادتك يعني. الله يكون في عونك. ده صديقي. انا عايزك تشرح لي بقى صديقك ابو العريف ده بتتعامل معاه ازاي؟ وشكله بيبقى عامل ازاي؟ بس نسمع ابو العريف بتاعنا ثم نذهب لنعرف من دكتور هشام بيه نوع ابو العريف اللي بيقول رايه في وسط عياده جراحات المخ والاعصاب، بيبقى الراي يقابل ازاي؟ تعال نسمع ابو العريف. يا باشا صبح الميكانيكي عنده 2 شباب بيساعدوه، تايسون ومجانس، الاتنين جتة كده ينفعوا بوديجاردات. امبارح رحت له يبص لي على العربية، لقيته قاعد على الدكة وتايسون ومجانس هما اللي شغالين لوحدهم. جري يا عم صبحي ما بتشتغلش بإيدك ليه زي كل يوم؟ قال لي والله يا باشمهندس ظهري تعبني، الدكتور قال لي عندي انزلاق فقري. قلت له اه سلامتك بس ما تتخضش، الموضوع بسيط، تلاقي من المجهود فقره انزلقت كده عاوزه تتشد عشان ترجع مكانها. قبل ما تقفل النهارده افرد جسمك على الدكه ومجانس وتايسون يشدوك شده حلوه من ايديك ورجليك زي الزرجينه بتاعت السمكري، سيبهم بس يتعافوا عليك واستحمل شوية وهتدعي لي. هدى عليك. تعامل الناس مع جسمهم على انه عربية او على انه يعني تكوين البشري زي تكوين السيارات، فالسيارات بيشدوها صحيح على زرجينة. ما هو بيستسهلوا أول المعلومات الطبية كتير قوي، تلاقي يعني ناس بتناقشك في الأدوية وفي التشخيص والغضروف ده المفروض يتشال وهو مش غضروف أصلا، بتخش في حوارات كتيرة جدا. يعني أنت بتحس أحيانا بتبذل مجهود جامد في أنك تصلح المصطلح أكتر من أنك تعالج. يعني في إحنا عندنا فعلا مصطلحات كتيرة مش عارف إيه سبب انتشارها. ايه شكل ابو العريف اللي بيبقى يعني كلاسيكيه اكثر شيوعا عندك بتشوفه بيجي مع العيان او العيان نفسه قد يعمل نفسه ابو العريف على نفسه؟ اه لا هو بيبقى فيه كلام كتير يعني حكايه ان انا عنده بروز غضروفي خالص، هو عنده ضيق قناه عصبيه، اقعد اشرح يعني ايه ضيق قناه عصبيه ويعني ايه غضروف. طب بعد كده طب يا دكتور هنشيل الغضروف، اكن الغضروف ده هو مش السبب. اقول له لازم نوسع قناه، طب هنشيل غضروف؟ والله ما هنشيل غضروف، ده بروز غضروفي ده طبيعي، اصلا لو شلت له غضروف حاله زي كده انا هاذيه. أه. انت متخيل ان هو هيتاذي؟ بس هو مايندد ان هو بده. أه. اوريدي تتكلم في العلاجات لو هتكتب كذا او كذا، لا ازاي مش عايزه. في بقى عيان بقى يخش يقول لي انا مش عايز علاج، اصلا معدتي بتوجعني، ومش عايز عمليه، اصلا بخاف من العمليات، ومش عايز علاج طبيعي اصل انا جربته. طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. طب انت جاي لي ليه؟ لا مش عارف انا عايز اسال بس مش عارف. طب انت ده قفل كل كليه. طب اعمل ايه طيب؟ ده قفل البطنه مخ واعصاب، قفل جراحه المخ والاعصاب، وقفل الطب الطبيعي.
يعني قفل كل الكليه. طب اعمل ايه؟ فرحته وبص له كده، امه ضحك. طب اعمل ايه؟ انت نورتنا وامتعتنا النهارده، متعه الاستماع ليك في الشرح والتفصيل. انت شرحت النهارده بدقه شديده جدا كل الستيجز بتاعت، يعني انت شرحت لنا النهارده بدقه. اللي ما بيفهمش بقى من الدكتور هشام بيحاسب نفسه. المناظير، شرحنا التردد الحراري بالتفصيل، شرحنا الشفط الغضروف بالتفصيل، شوف انا فاكر ازاي. ثم انتقلنا للغضروف العنقي، شرحناه من ناحية المناظير بالتفصيل، وريناكم الدعامة دخلت ازاي وتركبت. كل حاجة اتشرحت النهاردة عشان تبقوا فاهمين انت ايه بالظبط. اهم حاجة النهاردة تستفيدوا منها، من ضمن الحاجات الكتير اللي استفدتوا منها، كل عيان في سيتويشن معين ممكن يستفيد من شيء معين. الخلط والخطأ في وضع اشياء في غير السيتويشن بتاعها، في غير مكانها، هو اللي ممكن يضرها ويضر سمعتها ويضر كمان العيان في الآخر، ولا أحد سيستفيد. الكلام ده مهم للغاية. نورت وشرفتنا ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري جراحات ومناظير العمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، عضو جمعية الأوروبية وجمعية العمود الفقري الأمريكية والأوروبية، الاسم القدير الكبير في عالم المناظير، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا كعادته في الدكتور. خلي بالكم من ظهركم، وأرجوكم عشان خاطري اللي عنده ابن، حكاية الموتوسيكلات دي لازم يراجعها معاه ولازم ينبهه قوي عليها. أرجوكم، حوادث الموتوسيكلات وتحركات الولاد المراهقين بالموتوسيكلات في منتهى الخطورة. اللي عنده ابن هو مسؤول عنه، اللي عنده أخ بيركب موتوسيكل ريس أو أي موتوسيكل هو مسؤول عنه. طبعا الناس اللي ظروف حياتهم مرتبطة بالموتوسيكل وعلى قده وعنده موتوسيكل، ده ما بيعملش حركات، ده بيمشي بيه في أمان وبيروح في أمان، ربنا يحفظه. ده يعني غلبان مش قادر يجيب عربية وما قدرش يركب مواصلات، جاب موتوسيكل تمام. لكن انا بتكلم على الناس الدلوعه وهم عارفين نفسهم وما يزعجنيش، عشان انا ما بعرفش انام من صوت الموتوسيكل بتاعهم. خليكم مع الدكتور.